هرجع هنا بقى على نقطة، وهي صخب أثير حول أغنية من أغاني الفيلم واتهام رامي جمال الدين بأنه الأغنية مش بتاعته. رأيك إيه في كل ما أطلق من صخب، لو صح التعبير يعني؟ لا، والصخب طبعا له يعني أصله، إنه بالفعل أنا من ساعة ما بدأ ملحن كتب بوست عن الأغنية ديت، لقيت جالي حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فيها جالي 6 شعراء وبيقولوا إن الأغنية بتاعتهم. 6 وست مرات أو أكثر من 7 مرات في بوستات على الفيسبوك من سنة 2014 كاتبة نفس الكلام. ممكن أبعته لك كمان، أبعته للمعد كمان لو عايز يعني. يعني هو صادق من غير ما تبعت، بس فعلا أبعت لي عشان أقرأ. عندي صاصة عامل أغنية تانية في الفيلم، مغني نفس الأغنية دي في زمن ما، معرفش وإيه، حد بعتها لي برضه، فلقيت حاجة في منتهى العجب يعني. أنا بس عايز أنبه الجمهور العزيز إنه أي حد بيكتب قصيدة، أولاً القصيدة ديت هي عرضت عليا إزاي؟ عن طريق عصام كاريكا، ما جابليش الكلام، ده جاب لي الأغنية ملحنة ومغناة. حلو. وقال لي أنا سامع إن أنت بتعمل فيلم، اسمع الأغنية دي يمكن يعني تنفعك في الفيلم. سمعتها لقيتها فكرتها لطيفة جداً ومتمشية مع الفيلم. فجبنا العصام وجبنا اللي كتب الأغنية وعمل التنازل، والتنازل ده بيقول فيه دايما، أي حد بيعمل تنازل بيقول إن دي أغنيتي من بنات أفكاري وهو مسؤول عن ده. صح. وبيعمل التنازل على هذا الأساس. إحنا مالناش غير كده، لأن أنا سمعت حد بيقول هي الشركة المنتجة لازم تتحرى. يعني إزاي يتحرى يعني؟ أيوه، قال كده عندي في البرنامج، وأنا قلت له الشركة المنتجة لا علاقة لها سوى بالتنازل المكتوب. بالظبط، اللي بيكتب التنازل هو المسؤول أمام القانون، لو طلع إن هو كلامه مش مظبوط هو اللي مفروض تروح تاخد حقك منه يعني. بس ده من حيث الأصل كده عشان نبقى عارفين الحقوق فين. صح. أنا حتى هذه اللحظة للأمانة الشديدة لم أتبين مين كاتب الأغنية دي بشكل اللي هي الفقرة اللي هي أنا الفيلم اللي مات بطله، أنا مسرح بدون جمهور، دي اللي مكررة في 6 أغاني اللي اتبعتولي. وبالتالي أكيد لها مبدع أصلي. طبعا. أنا مش وظيفتي إن أنا أقعد أعمل فيها مباحث وأتحرى. أنا وظيفتي دلوقتي إن اللي شايف إن هي بتاعته وعنده ما يثبت إنها بتاعته يتوجه فورا للرقابة على المصنفات الفنية اللي عندها التنازل، هيتوجه للنقابة ويعملوا فيها تحقيق ويشوفوا مين صاحب الأغنية الأصلية كلمات. طبعا ما فيش أي شبهة على اللحن، لحن عصام كاريكا ملوش أي علاقة بكل الألحان اللي جات لي. تمام، فعصام كاريكا بره الموضوع. جميل. الكلام كله هو في الفقرة دي، أنا الفيلم اللي مات بطله وأنا مسرح بدون جمهور، دي مكررة في 6 7 أغاني جات لي فيهم. فأنا رأيي اللي كتبها عليه إن هو يتوجه بالشكوى والنقابة أو الرقابة تحقق وتشوف مين صاحب الأصل، صاحب الحق الأصلي. صاحب الحق الأصلي ده تبلغني بيه النقابة، وأنا ما علي غير إن أنا الحق الأدبي بتاعه أدهوله، بمعنى إن أنا أغير له التتر، مع إن التتر نزل، لكن مستعد، لأن أنا بأؤمن إنه الحق الأدبي أهم حاجة، إن أنا أغير له التتر وأحط له اسمه ككاتب للأغنية لو ما طلعش رامي هو اللي كاتبها. ده اللي عندي. الاجر اللي خده رامي لو طلع ان مش رامي هو اللي كتبها، عليه ان هو يديه للاخ اللي كتب الغنوه لو رامي طلع ان هو مش هو اللي كاتبها. الجمله دي انا بتكلم على الجمله دي، واخد بالك؟ لان صح. الجمله دي بلا ادنى شك انها جمله مفتاح في الاغنيه، وانا بعترف بده، وبالتالي حق اللي كتبها الاولاني لازم يتعرف، لان انا راجل امين مع الناس طبعا، وما اقدرش ما تديش الناس حقها الادبي. فلما تعمل النقابه او الرقابه تحقيق وتصل للحقيقه يبلغوني، وانا مش خسران حاجه يعني. انا هدي الراجل حقه الادبي وحقه المادي موجود مع رامي لو ما طلعش رامي هو اللي كاتب الجمله دي الاصلي. بل بالعكس، انت هتتكلف عناء تغيير تتر الفيلم ده في حد ذاته، مش بس مجهود، ده كمان مجهود وفلوس. ما تديش حق لحد مش حق. بس صحيح. بس يعني حتى لو رامي جمال كاتب يعني الجمله دي مش بتاعته وبقيت القصيده بتاعته والرقابه او النقابه اقرت بده، يكتبوا هما الاثنين على التتر، ما عنديش يعني. عندي كل الـ يعني الحلول اللي بعد ما يحصل التحقيق ويكتشفوا مين الكاتب الجمله الاصليه ومين كاتب بقيه الحاجه،
ان انا عليا ان انا اقدر اعمل لهم اللي هم عايزينه. بلغوني بالقرار النهائي وانا هعمل اللازم. بالظبط كده. كما جرت العادة، أنا أشكرك جدا 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 جدا، وإن شاء الله لازم هنتقابل قريب جدا جوه البرنامج بره البرنامج، لازم نتقابل ضروري قوي خالص. أنا بشكرك جدا 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 يا خالد، نورتني وشرفتني كما جرت العادة. كل الشكر للمخرج خالد يوسف واللي كان واضح جدا في كلامه.